رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا ونشوف ازاي او ايه اللي حصل على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده. هنبتدي معاكم مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي وصوره للاعبين اللي غايبين على مباراه النهارده، واتكتب نجومنا من التدريب اليومي. نروح لماتش توتنهام مع مانشستر يونايتد واللي خلص بفوز توتنهام 3-0 على مانشستر يونايتد في البريمير ليج، وطبعا كانت ردود الافعال كثيره جدا بعد الخساره الثانيه ليهم في بدايه الدوري الانجليزي او في بدايه البريمير ليج. نشرت صفحه بلاتشر فوتبول على الفيسبوك صوره لجوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد وزين الدين زيدان، وكتبت: زيدان الوحيد اللي ممكن ينقذ مانشستر يونايتد دلوقتي. وعن فوز توتنهام نشر هاري كين صورته من الماتش على تويتر وكتب: نتيجة طال انتظارها مثل ذلك في أولد ترافورد، فوز كبير، عطلة سعيدة. نشر كمان موسى دعملي لاعب توتنهام على تويتر صورة من الماتش وكتب: كمان. ونشر كمان صفحة سبورت 360 عربية على تويتر صورة لهاري كين وكتبت: 110 هدف في البريمير ليج، وعلقت القناص هاري كين. كمان احتفلت صفحة توتنهام على تويتر بذكرى انضمام اللاعب الصاني للفريق وكتبت: في هذا اليوم 2015 انضم صاني للفريق. كمان احتفلت صفحة ريال مدريد الرسمية على الفيسبوك بعد ميلاد المدير الفني لمدريد لوبيتيجي. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل معاكم تاني. خلاص ما فيش فيديو؟ طيب كمان نشرت صفحة بايرن ميونخ الألمانية على الانستغرام صورة للاعب سباستيان رودي واللي انتقل لفريق شالكة الألماني وكتبت: سباستيان ينتقل رسميا من بايرن ميونخ لشالكة، شكرا ليك ونتمنى ليك كل التوفيق. كمان نشر نادي مرسيليا الفرنسي على الفيسبوك فيديو لطفل توفى والده سنة 2008 وعملوا له تكريم في الماتش طبعا بطريقة مختلفة، وعلقت الصفحة: شجاعتك هي مصدر الهمة. تعالوا نشوف الفيديو ده. كريستيانو رونالدو على انستغرام صوره ليه من التدريب وكتب: احط نفسك بالاشخاص الذين يدفعونك للقيام بعمل افضل، اهداف اعلى ودافع اعلى، الاوقات الجيده والطاقه الايجابيه. كمان عن فوز رونالدو بجائزه افضل هدف في دوري ابطال اوروبا نزل رونالدو على الانستغرام الهدف وشكر الجمهور طبعا اللي صوتوا له وكتب: شكرا لكل من صوت لي، لن ننسى تلك اللحظه ولا سيما رد فعل المشجعين في الملعب. كمان احتفلت صفحه بلاتشر فوتبول League. كمان احتفلت صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام بفوز رونالدو بأفضل هدف في أوروبا. تعالوا نشوف معاكم طبعا، أو خلاص احنا شفنا الفيديو ده ولسه مكملين مع كريستيانو رونالدو بس المرة دي مع ابنه اللي بدأ ان هو يتمرن مع اليوفنتوس لفريق 9 سنين، وعلقت الصفحة وقالت: لا تقع التفاحة بعيدا عن الشجرة، بدأ كريستيانو الابن التدريب مع اليوفنتوس. دلوقتي بقى هنروح معاكم لفصل ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ عصام شفقت.